واحد بيقول انا راجل صعيدي معلش ان الصعيدي زيك. بيقول انا راجل صعيدي كان لي ولد انتظرته كثيرا والرب اعطاني هذا الولد، يعني ما كانش بيخلف وربنا اداله ولد، فوهبته للكنيسة فعاش في احضان الكنيسة وحفظ الالحان القبطية والقدسات والترانيم، بمعنى عاش حياة القداسة. ولم يبلغ سن 6 سنوات ولكن شاءت العناية ان الطفل توفي في حادث سيارة وانا مصمم على قتل السائق. لا ما تبقاش صعيدة هنا، لا الصعيدة مش قتلة. والمسيح لا يأمرك بالقتل، واذا قتلت واحد هتروح جهنم، يبقى ابنك يروح الملكوت وانت تروح جهنم، يبقى تنفصل عن بعض في الابدية، وده مش صالحك ان كنت بتحب الوقت. بيقول ارجو توجيها، اعقل شوي اعقل. وقول اشكرك يا رب ان ابني مات وهو في حياة مقدسة ووصل عندك، اما ايه طريقة موته فيعني على رأي الشاعر اللي بيقول تعددت الاسباب والموت واحدة. لما يموت حادثة سيارة يعني موته ما ياخدش دقيقة او عدة ثواني، احسن ما واحد يتعذب على فراش المرض شهور وسنين والناس يتمنوا له الموت ولا يجدون. يعني بلاش تاخدوا الامور بالطريقة الحساسة بيها.